بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تأخير دفن الشهيد عبد العزيز العبار لا دخل له بما يحصل من كوارث وأحداث في الساحة البحرانية، بل موقف عائلة الشهيد موقف حق، وأنا أتضامن معهم، لأن هذا الموقف هو تسجيل لمظلومية الشعب البحريني، وهو لأجل إحقاق حق، فلا يوجد أي إشكال أو حزازة شرعية، بل لا يوجد حتى كراهة شرعية في تأخير دفن جثة الشهيد العزيز عبد العزيز العبار. وما وصل عني خلاف هذا المعنى وخلاف هذا المضمون أو خلاف هذا الأسلوب، كما رأيت في بعض البيانات من عبارات شديدة اللحن أو التي تتنافى مع أسلوبي، لا صحة لها على الإطلاق. مرة أخرى أؤكد بأن موقف عائلة الشهيد موقف صائب وصحيح وسديد، ونسأل الله عز وجل أن يفرج عن الشعب البحريني، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أحسنتم، رحم الله والديكم شيخ.